أهلا بكم في النشرة الاقتصادية. اشترت الحكومة اليوم رسميا حصة شركة سيتي جروب الكويتية في الشركة المتكاملة للنقل المتعدد والبالغة 51% من رأس مال الشركة البالغ 30 مليون دينار بقيمة 10 ملايين دولار. ووقع اتفاقية الشراء وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني والمالية الدكتور أمية توقان نيابة عن الحكومة ورئيس مجلس إدارة شركة سيتي جروب يعقوب الشرهان بحضور السفير الكويتي في عمان حمد الدعيج. وبموجب الاتفاقية التي وقعت في وزارة المالية اليوم، ستقوم الحكومة بدفع المبلغ البالغ 10 ملايين دولار على فترة 10 سنوات بمعدل مليون دولار سنويا ودون أي فوائد أو كلف، وقيام الجانب الكويتي بالتنازل عن أي مطالب تجاه الشركة المتكاملة للنقل المتعدد والمسجلة كذمة لهم في سجلات الشركة لصالح الجهة المشترية لحصتهم مهما بلغت قيمة تلك المطالبات. وقال وزير الصناعة والتجارة والتمويل والمالية في تصريح صحفي عقب التوقيع الاتفاقية إن الأردن والكويت ترتبطان بعلاقات متميزة في مختلف المجالات والتي ترسخت بفضل جهود قيادتي البلدين وحرصهما على تطوير آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة الميادين. انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان اليوم بنسبة 0.8% لينهي جلسة تداولات نهاية الأسبوع عند مستوى 2073 نقطة. وبلغ حجم التداول إجمالي اليوم حوالي 8.8 ملايين دينار. عدد الأسهم المتداولة 9.1 ملايين سهم نفذت من خلال 3810 عقود. وقال محللون لنشرتنا إن التراجع الذي تعرض له شركة البوتاس العربية عند الحدود الدنيا المسموح بها للتداول جراء عمليات جني الأرباح وإغلاق المراكز المالية من قبل المستثمرين قد انعكس سلبا على أداء المؤشر اليوم. وبمقارنة أسعار الإغلاق لشركات المتداولة والبالغ عددها 136 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أثرت 42 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها و52 شركة أثرت انخفاضا في أسعار أسهمها. أما على المستوى القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 3% تقريبا، وانخفض الرقم القياسي لقطاع المالي بنسبة 14%، في حين ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 10%. قرر وزير العمل وزير السياحة والأثار الدكتور نضال قطامين استمرار الأيام الوطنية للتشغيل حتى آخر الشهر الحالي، وذلك نظرا لتوافد أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل إلى قاعة عمان الكبرى في مدينة الحسين للشباب، فقد تقرر استمرار أعمال الأيام بالإضافة إلى إقبال كثيف من المؤسسات في القطاع الخاص إلى إبرام اتفاقيات مع الوزارة لطلب وتأمين فرص عمل للباحثين عن العمل من الأردنيين. ويشتمل هذا البرنامج على مقابلات لتعيين من وقع عليهم الاختيار حسب التخصصات ومجالات العمل التي اختارها المستهدفين. هلا وزارة العمل كانت الأسبوع الماضي كان في عندنا حملة وطنية وأيام وطنية للتوظيف، وكان المفروض تنتهي نهاية الأسبوع الماضي، ولكن نتيجة الإقبال المتزايد من الباحثين وأيضا من الشركات وعدم تمكن بعض الشركات من متابعة فرص العمل موجودة لديها، قرر معالي وزير العمل أنه يمدد الأيام الوطنية للتوظيف إلى شهر آخر. احنا اليوم الاسبوع الثاني وفي تواجد زي ما انتم شايفين كبير للشركات، يمكن صار في عندنا تنوع اكثر اليوم، في عندنا جامعات وفي عندنا فرص عمل تعليميه وفرص عمل اداريه، وفي عندنا كمان الكثير من القطاعات، ممكن القطاعات الصناعيه بمختلف مناطق والمحافظات. هلا احنا شو بنحكي؟ بندعي الباحثين عن عمل اللي ما حلفهم الحظ انهم يجدوا فرصه عمل الاسبوع الماضي او لسه ما عرفوا عن الحمله الوطنيه وما زاروا مدينه الحسين للشباب قاعه عمان الكبرى، انهم يتوجهوا حتى يشوفوا فرص العمل المطروحه حاليا لدى وزاره العمل ولدى الايام الوظيفيه للتشغيل. في عندنا تنوع كبير بالشركات، تنوع كثير بفرص العمل، في شركات جديده سمعت عن الحمله وحبت تشاركنا بالوظائف الموجوده لديها. احنا موجودين ان شاء الله الاسبوع القادم، واذا حسينا انه كمان لسه في فرص عمل لسه ما انشرت راح نستمر ان شاء الله. بحب انوه كمان اذا احنا حسينا كمان انه ممكن ننتقل نعمل كمان اضافه وبشكل موازي، ممكن نعمل ايام وظيفيه وحملات، ما راح نحكي بالمحافظات الاخرى لانه ما راح نشتغل على القصبات، هلا راح نشتغل ان شاء الله على الالويه ونشتغل على المناطق النائيه.
استقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر اليوم، وذلك في معاملات هزيلة نهاية السنة، لكنه بصدد أكبر خسارة سنوية في أكثر من 30 عام، متأثرا بصعود الأسهم وتفاؤل حيال تعافي الاقتصاد العالمي، وهو ما نال من جاذبيته كملاذ آمن. وأثرت بواعث القلق هذا العام من أن يبدأ مجلس الاحتياط الاتحادي تقليص إجراءات التحفيز، ويقترب الذهب من تسجيل خسارة 30% في هذا العام لينهي موجة صعود دامت 12 عام بفعل انخفاض أسعار الفائدة خطوات البنوك المركزية في أنحاء العالم لدعم الاقتصاد. ويتداول الذهب مستقرا عند مستوى 2204.7 دولار للأونصة، وتراجع هذا العام سيكون الأكبر للذهب منذ العام 1981، والسعر الحالي أقل 37% عن أعلى مستوى على الإطلاق وهو 1920.30 دولار المسجل في عام 2011. وعلى ضوء تلك المستويات، فإن سعر المعدن الأصفر في السوق المحلي يبلغ من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا 24 دينار و40 قرش، فيما بلغ عيار 24 حوالي 27 دينار و60 قرش، أما عيار 18 فبلغ 20 دينار و70 قرش. حصل 19,000 متقاعد مبكر على زيادة التضخم خلال السنوات السابقة بسبب إكمالهم سن الشيخوخة، وهو سن 60 عام للرجل و55 عام للمرأة أو لورثتهم في بعض الحالات بسبب الوفاة، فتم ربط رواتبهم التقاعدية بمعدلات التضخم سنويا. وأكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي اليوم أن عدد المتقاعدين مبكرا وصلوا ل 63,000 متقاعد من بين 151,000 راتب تقاعدي تخصصها المؤسسة، بينهم 19,000 متقاعد مبكر استحقوا هذه الزيادة، وهناك 44,000 متقاعد مبكر سيتم ربط رواتبهم التقاعدية بالتضخم مستقبلا عند إكمالهم سن الشيخوخة أو لورثتهم في حال وفاتهم مباشرة، وهم يشكلون ما نسبته 29% من مجموع الرواتب التقاعدية. نافيا البيان أن نسبة عدد المتقاعدين مبكرا وغير المشمولين بهذه الزيادة تبلغ حاليا من 60-65% من مجموع متقاعدي الضمان. وأشار المؤسسة أنها ملزمة بموجب قانونها بهذه الزيادة سنويا، والتي تشمل جميع الرواتب التقاعدية من شيخوخة أو عجز سواء طبيعيا أو الإصابة الكلي ووفاة طبيعية أو إصابية، بالإضافة إلى رواتب التقاعد المبكر ورواتب العجز الإصابة الجزئي عند إكمال أصحابها سن الشيخوخة أو ورثتهم في حال وفاتهم مباشرةً.